المركز الاول ناصي لمطر بن احمد بن عبد الله بن عبيده من ينطلق على الصداره وعلى المركز الاول يسيطر على زمام الامور وصداره هذا الشوط، بينما المركز الثاني وياتينا مناور على المركز الثاني حمدان بن عوض بالكيله العامري من ينطلق على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث يأتينا باروت لحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي ينطلق بباروت على المركز الثالث، وفي المركز الرابع وصل وافي لحميد بن سيف بن حميدان هنا بن كعيب الفلاسي من أتى بشعاع وقدمت أيضا عرض مميز وجميل ونالت الفوز والناموس يقدم لنا وافي في هذا الشوط. من الجانب الآخر شعار بالسعودي أيضا يتواجد بهذا الأداء الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصل هنا وصل 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 الله القادم هنا مغامر لسالم بسطان بن رشيد السويدي من ينطلق على المركز الرابع في هذه اللحظات يغير من المراكز المتأخرة. هنا الوصول من الفاتن عبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي من الجانب الآخر في هذه التحديات والإثارة بالخرس يأتينا بالطائر خليفة بن علي بن سالم بالخرس لقتبي. المركز الثامن مشغل محمد بن سلطان بن سعيد المالكي من ينطلق على ثامن المراكز، وفي المركز التاسع وتاسع المراكز هنا المنطلق هذه اللحظات شاهين راشد المطر بن محمد بن ضبيعة لقتبي، والوصول من ناصر حما بن سلطان بن سيف العواني النعيمي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا التحديات مع شوطي أيضا الثاني عشر في مجموع أشواط هذا الصباح المميز الجميل آخر الأشواط المفتوحة، ومن بعد ذلك مع الإنتاج والمنتجين في شوطنا الثالث عشر سوف يكون نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول صدارة هذا الشوط. وهنا هنا يأتينا مغامر من انطلق على الصدارة، مغامر لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصي في المركز الثاني، ناصي لسيد مطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة، ومناور القادم لحمدان بن عوض بالكيلة العامري من يأتينا ثالثا، وفي المركز الرابع باروت لحميد بن ضبيب بن سليمان الشامسي من قدم لهذا الشعار وأتى بالحذرة ونالت الفوز والناموس. أيضا في شوطنا التاسع يقدم لنا باروت في هذه الانطلاقة هو التحديات هنا. أما على المركز الخامس فالقادم على خامس المراكز الفاتن لعبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي. المركز السادس ياتي ناصر حما بن سلطان بن سيف العواني من وصل على سادس المراكز. المركز السابع الطاير خليفه بن علي بن سالم بالخرس لقتبي ينطلق ثامنا، وتاسع المراكز عندك محمد بن سلطان المالكي مع مشغل من ينطلق على ثامن المراكز، وفي المركز التاسع مهاوش لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، وعاشر المراكز شعار صعب المضمرين هناك هيمان لسيد محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في التحدي وفي الإثارة. نعود مشاهدينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى مغامر من غير على صدارة. مغامر لسالم بن سلطان بن رشيد السويدي من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ناصي في المركز الثاني مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيدة من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث
المركز الثالث القادم مناور لحمدان بن عوض بالكيلة العامري على ثالثي المراكز. وفي المركز الرابع المركز الرابع ياتي باروت لحميد بن ضبيب سليمان الشامسي، ووصل هنا مهاوش، وصل مهاوش لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. ياتينا بمهاوش هذه الانطلاقة الجميلة، وهناك الفاتن لعبد الله بن حمد بن محمد الهاشمي. وبالخرس ياتينا خليفة بن علي بن سالم بالخرس يكتبي مع الطاير بهذا الانطلاق الجميل والتحديات والإثارة. وصل الربيعي، وصل الربيعي مع الشامخ علي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري. وهنا الهيمان، هيمان 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 لمحمد بن سلطان بن مرخان اللي يكتبي يقدم هيمان ايضا صعب المضمرين. السلوم والتحديات قوية والإثارة، الله الله الله، السلوم السلوم، التحدي التحدي جميل. وهنا مهاوش، مهاوش من ينطلق على الصدارة، مهاوش على المقدمة على المركز الأول لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هيمان، من ينطلق على المركز الثاني، وهملول في المركز الثالث لمحمد بن سلطان بن مرخان اللي يكتبي السلوم، الله الله الله، تحديات إثارة. ولكن مهاوش، مهاوش هو الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، مهاوش هنا على الصدارة على المقدمة، الله اللحظات الأخيرة، مهاوش مهاوش، سلوم للخالدية، سلام 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 لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري على فوز مهاوش بالمركز الأول، سلام الخالدية بمدينة العين. المركز الثاني هيمان، وثالثا هملول محمد بن سلطان بن مرخان نكتبي مناور في المركز الثالث لحمدان بن عوض بالكيلرة. في المركز الرابع عفوا، وفي المركز الخامس التان الشامخ العلي بن سالم بن مبارك الربيعي المنصوري، من وصل على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولحظة وصول مهاوش إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس لمحمد بن سالمين بن مبارك العامري. ثمان دقائق 15 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز، بينما المركز الثاني كان هيمان على المركز الثاني. توقيت الزمني مقداره 8 دقائق 16 ثانية، جزء واحد من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان لقتبي. وثالث المراكز كان هملول بنفس الشعار، شعار صعب المضمرين، محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي 8 دقائق 17 ثانية، وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.